أهلا وسهلا بيكم. توقعات العرافة العمياء، توقعات جديدة لبابا فانغا العرافة العمياء للعام 2021-2022، اختيار رئيس وحرب طاحنة وتسنامي مدمر. من أخطر توقعات بابا فانغا فيروس كورونا، دي كانت أخطر توقعات ليها لبابا فانغا اللي قالتها. توقعت بفيروس كورونا بيجتاح العالم في 2020، وده حدث بالفعل. باراك أوباما أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي أسمر البشرة، هي قالت سوف يحكم أمريكا رئيس أسمر البشرة. توقعت هذا وحدث بالفعل، بأن باراك أوباما كان أول رئيس من أصل أفريقي لأمريكا. وتوقعت بانهيار برجي التجارة العالمية وظهور تنظيم داعش، ده توقعت بيه من زمان جدا. وكل هذا وأكثر من أشهر توقعاتها اللي أفجعت بيها العالم العرافة الشهيرة العمياء بابا فانغا، إنها طبعا تنبأت بأشياء وقبل موتها ومن سنوات عديدة وحدثت بالفعل. كما هي بتلقب بنوسترا داموس البلكون، في كل هذه التوقعات أتت من أشخاص آخرين كانوا بياخدوا توقعاتهم منها. توقعت أيضا للعالم، كان بتتوقع زي ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف، توقعات كان بتتوقعها كبيرة زي ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك ومايك فغالي ونوستراداموس، كلها أسماء غنية عن التعريف. ولكن لماذا إحنا بنركز بالذات على توقع فانغا لحد اليوم، مع إن ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف ومايك فغالي توقعاتهم موجودة ونوستراداموس، ولكن إحنا دايما بنركز على توقعات بابا فانغا لحد النهاردة. تعالوا نعرف أخطر توقعاتها اللي قالتها للأعوام اللي بعد عام 2022 والأعوام المقبلة ولعام بالأخص 2022. فغالي طبعا من أشهر الأسماء الغنية عن التعريف، ودايما توقعاتها هي اللي احنا بندور عليها وبنقتنع بيها لحد ما، مع ان في الاول والاخير لا يعلم الغير الا الله، ولكن الله اعطاها موهبة وعلم، وهي عرفت حاجات حدثت لينا اهل دلوقتي بتحدث وستحدث لم يعرفها انسان من قبلها. بابا فانغا من لا يعرفها، امرأة سيدة تربت في اسرة فقيرة جدا، لم تكمل دراستها، اصابها حادث في 12 من عمرها فقدت على أثره بصرها. والرواية اللي ذكرت في فقد بصرها إنها في إحدى الليالي كانت بتسير في الطريق وأصابتها صاعقة من السماء، ارتفعت لأعلى ودخل التراب في عينيها. وارتمت للأعلى تماما ساعة العاصفة دي، وأصابتها صاعقة وقتها زي ما قلنا من السماء جعلتها ترتفع للأعلى، دخل التراب في عينيها بكمية كبيرة من يومها إلى أن توفيت عن عمر بيناهز 85 عام، فقدت البصر تماما نتيجة هذه الحادثة. من وقتها ادعت إنها بتشفي المرضى وإنها بترى الأشياء رؤى العين مع إنها عمياء، وإن لديها توقعات لما سوف يحدث. كان أبرز توقعاتها بالنص سقوط برجي التجارة العالمي في أمريكا، حيث قالت الويل الويل سينهار الأخوين الأمريكيين بطيور مصفحة. فسروا بعض العلماء وبعض المؤمنين بتوقعات فانغا إن هذا بيشير لسقوط برجي التجارة العالمية، فسروه قبل البرجين ما يسقطوا.
وقالت إنه سوف يتولى أول رئيس لأمريكا صاحب بشرة سمراء من أصول أفريقية. وحدث ذلك فعلا، وتم انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وظهور جيش يدعي علاقته بالإسلام متطرف سوف يعصف الأرض فسادا. وهذا اللي بنشوفه وبيفسره كتير على إنه ظهور داعش أبان توارثت الربيع العربي وظهور أبو بكر البغدادي. ظهر داعش أيام ثورات الربيع العربي، وظهر وقتها أبو بكر البغدادي لأنهم ادعوا كجيش إنهم تنظيم مسلح ولهم كيان ليس مثل تنظيم القاعدة، ولذلك قالوا هذا. وده اللي قالته بابا فانغا بالظبط، قالته عن هذا التنظيم من قبل أن تراه وقبل أن تتوفى. وأخيرا استيقظ العالم على جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم بأسره، وهي ما توقعته بالتحديد وحددته في عام 2020. ده حدث بالفعل. ودلوقتي هنتابع الأحداث اللي قالتها بالظبط هتحصل في السنوات اللاحقة، أحداث توقعاتها لحد عام 2033، أحداث مخيفة جدا. هي بتقول إن هي المفروض الأحداث دي تكون من 2033 لعام 2045. ذوبان الجليد في القطب الشمالي، هيتم ذوبان للجليد في القطب الشمالي مما يزيد من فرصة حدوث فيضانات وإغراق كامل لبعض الدول التي تطل على السواحل. وهذا التوقع يمكن حدوثه مع الارتفاعات في درجة الحرارة اللي احنا بنشهدها دلوقتي على كوكب الأرض والانحباس الحراري اللي نتج عن ذلك، اللي هتنتج عنه كارثة المصانع. بينتج الاحتباس الحراري بينتج من كارثة المصانع في العالم كله، وهينتج عنه كارثة ذوبان الجليد. بسبب طبعا تغيير المناخ هيحصل ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة في الصيف زي ما بنشاهد بدأ من دلوقتي، والبرودة بتبقى شديدة جدا في الشتاء. بناء عليه وفقا للعديد من الدراسات البيئية والتحليلات ان القطب الشمالي كارثة مؤقتة يمكن ان تنفجر في اي وقت وتغرق مساحات شاسعة من العالم. الجوع تاني حاجة توقعتها، الجوع اتوقعت بابا فانغا انه في العام 2025 لحد 2028 سوف تنتهي آفة الجوع من العالم كله في العام 2025 هتنتهي الجوع والمجاعات من العالم كله. ثلاثة، السفر عبر الزمن. السفر عبر الزمن ما كناش بنشوفه أبدا إلا في أفلام الخيال العلمي في هوليود وبوليود، وهي خاصية السفر عبر الزمن والانتقال من مكان لآخر في أقل من جزء من الثانية. ده توقعته العرافة البلغارية بابا فانغا، وتوقعت إنه هيحدث بين عام 2260 وعام 2304. في وسط الأعوام دي هيحدث السفر عبر الزمن. أربعة، مدينة تحت سطح الماء. اتوقعت بابا فانغا بناء مدينة كاملة تحت سطح الماء، واكتشافات مخيفة لارتباطات ببعض البشر بالأقمار والأطباق الطائرة والكائنات الفضائية، والتي من المتوقع أن تغزو العالم على حد
قولهم في القريب. 5 الخلود. من التوقعات الغريبة جدا ليها واللي محدش مصدقها، توقعت بابا فانغا ان العام 4300 سوف يحصل البشر على الخلود الدائم بالتعاون مع كائنات فضائية، وسوف يستطيعون التحدث إلى الله. وكما يشير الإسلام ديننا الحنيف، فلا أحد خالد ولا مخلد ولا دائم إلا الله سبحانه وتعالى. 6 العيش أو سنعيش على مجرة جديدة. اتوقعت أنه في العام 2341 سوف يصبح كوكب الأرض لا يصلح لعيش الإنسان فيه، نظرا لكارثة